Nuria, vale. Tapi cuba ya. Okey ke? Boleh Ni, dengar? dah okey dah ni. Tak tahu. Tadi pun macam tak okey je. Wa qalu Cuba hadhihi. baca. Ah, okey. Dengar, boleh dengar? Oh, Tak tak boleh boleh. lah Nuria. Ah, tak apalah. Sampai You all jepang baca, I dulu. dengar je lah. I boleh dengar you all. Tak apa. I simak je. I pergi beli Tak air dulu. boleh, tak boleh. Nuria dia macam jadi panjang, jadi pendek, haru biru. What's wrong, Okey, man? okey, okey. Okey, lepas Nuria, baca. Apa Dr. Faiza? Dr. Nur, Kak Nurul ke Dr. Faiza? Kak Nurul. Kak Kak Nurul Nurul baca. baca. Lepas apa? Ah, ya. Pernah tak Sebab dia? you all tengok dalam grup, ayah dituliskan dia punya Ada susunan. tu. Ada nombor. Dalam grup kita. Okey, okey. So Kak Nurul baca ya. Yeah. Muka surat 146. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amu. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام هرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم Ya. Saya jazim wasfahum. Ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul lah tu. Salah saya sebut. Saya jazim wasfahum. Saya jazim wasfahum. Innahu hakimun alim. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهرموا ما رزقهم أسمر وآتوا حقه إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده فلا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العمر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Okay, Kasum. I baca. Aji pun baca. Okay, ya. Boleh dengar, ya? ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها
وسنجزي الذين يصدقون أن آياتنا الذين يصدقون أن آياتنا سوء العذاب. Aduh, kita sampai. Su al azab dengan yang seburuk-buruk. Su al azab bima kanu yasdipun. Sadaqallahul azim. Okay, Aika, boleh? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي يوم يأتي بعض آيات بعض آيات ربك لا ينفع نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض رفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم
liyabluwakum fima atakum. Atakum. Liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Salam. Sadaqallahul azim. Okay. Ini ayat. Dalam kasum. Saya kan? Apa ni? Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Kitab أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم.
Dari Ma. Dari Ma, mic on mic. Bismillahi minasyaitonir rajim. Qala ma ma'anaka. Qala ma ma'anaka. Qala ma ma'anaka alla tasjuda is amartuka qala an is cuba je nanti kan ada jumpa. Lah saya tak dengar lah komputer ni. Okay. Is amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin innaka minas sabirin innaka minas sabirin qala andirni ila yawmin yub'athun qala andirni ila yawmin yub'athun qala andirni ila yaumi okay. Qala anzirni ila yaumi yub'asun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la aq'adunna lahum qala fabima aghwaytani qala fabima aghwaytani la aq'adunna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin qala akhruj min minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in panjang. Oh, okay. Oh, ya, panjang. Waya.
Adams. Aya waya waya Adamus. Yang panjang ya. Oh ya ke? A tu dua aja ke? Ya. Yeah. Okay. Okay. Waya Adamus kun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin fawaswasalahumash shaytanu liyubdiyalahuma ma'u. Boleh nafas tak sampai. Lia, baca liyubdiya. Dekat liyubdiya tu boleh mula. Mula tak dengar lah. Okay. Liyubdiya lahuma ma wudiya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakai illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waqasamahuma inni lakuma la minan nasihin fadallahuma biwuru falamma zaqush shajarata badat lahuma sawatuhuma. Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifan. Sorry lah Ustazah. Okay. Wa tafiqa yahsifani alaihima. Tak dengar lah. Wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah. Wanadahuma rabbuhuma alam an akuma an tilkuma syajarah. Wa akullakuma anna syaitan. In. Wa akullakuma inna syaitan. Dengarlah Hajar, sorry lah saya tak dengarlah. Mana ni didengar tak? Masalah apa? Masalah dia tak dengar sebab apa? Dengar jauh-jauh je, saya tak apa dengar. Okey, inna kan? Okey. Wa akullakuma inna syaitana lakuma aduwam mubin. Minta maaf lah, saya tak dengar suara Hajar lah. Minta maaf lah. Aduwam mubin. Okey.
kullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Okey. Alhamdulillah. Cakap sama saya nak minta dia dulu-dulu ya, saya kena pergi cek darah lah. Boleh. Okay, maaf okay. Ya. Pakai speaker phone tu, earphone tu dia boleh dengar kot. Kan? Dengarlah, saya tak suka lah pakai komputer ni. Saya tak dengar, susah. Teguran-teguran semua tak dapat. Kalau pakai ni, Sarima, kalau pakai telefon, lebih better daripada lebih komputer. Lebih bagus, betul. Itulah, tapi cepat panas. Panas tak, bateri dia cepat habis. Bateri cepat habis. Itulah saya pun tak berapa suka pakai phone sebab bateri cepat habis. Lepas tu, saya punya wire bateri tu jauh. Bila ada bateri kan. Oh, ini kan suara jauh, tak dengar. Teguran-teguran semua tak dengar. Tak apa. Saya minta maaf lah. Saya pun minta maaf lah, Jaya. Minta maaf, budak anak. Saya pergi dulu. Semoga dipermudahkan. Nak tanya. Masya kalau Allah, terima kasih. Macam mana ya? Kalau dalam keadaan macam tu, kalau seorang yang kita nak betulkan tak boleh nak betul, apa hukumnya dalam grup tu? Saya nak tanya. Dia ni bukan tak dengar semua. Bila saya cakap kuat-kuat dia dengar. Pakai speaker lah. Pakai speaker pun. Ada masa dia dengar, ada masa dia tak dengar. Pakai macam Ustazah pakai tu, speaker tu. Cuba pakai speaker. Sebab pun betul. Tak apa nanti anak you balik, you suruh anak you check. Buat speaker ke yang tu nantilah saya cuba. Ataupun kalau tak dengar juga saya pakai handphone. Bila saya pakai handphone balik. Cuma dia bila pakai phone dia. Itulah tak dengar sangat. Pakai okay, maaf ya Haja. Okey saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Libasan yuwari sawatikum warisha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْهِ kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabilahu min haythu la tar la min haizu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wa allahu amarana biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha' ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa
Aqimu ujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dalalah innahum muttahazu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini mengantuk ni, terlelap ah. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَخُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ Yanaluhum. Yana ya.
Ya naluhu tadi. Ya naluhum nasibuhum minal kitab. Hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya sempat ya. Ala anfusihim annahum kanu kafirin. Tak sampai ayat 10 sampai ayat ni cerita Nabi Adam. Rilu hafal tu. Dia hafal juga aja. Cerita Nabi Adam ayat ni semua dia hafal. Dia cerita Nabi-Nabi. Dia apa ni dia panggil apa? Hafalkan fast track. Dia sebelum subuh dengan ustaz. Fast track ambiar. Fast track. Okey, okey. Kita sambung. Dia sampai 37 je. Lepas tu dia pindah halak surat Israq. Dia pindah-pindah. Ni cerita Nabi Adam. Al-A'raf. Okey. Yang ini tak apalah. Sekejap Maria macam tu. Siapa? Saya lah. Yalah. Ni hafal kot. Ni tak pas. Tak pas ya. Oh. Tak. Dia sampai itu je sampai ayat 37 je. Tadi Nurul, mana Nurul? Nurul tanya, kalau macam tadi Sarima, kalau tak dengar apa hukumnya? Dia macam ni, kalau dia baca tadi tidak kalau dia baca tadi semua betul kita tak dengar okey. Tapi kalau dia baca tadi memberi makna yang lain daripada huruf-huruf ni, jadi kita pun dia salah lah kan, kita pun yang mendengar ni, tapi masalahnya sebab tak boleh dengar, tapi kita cubalah tolong dia, kesian. Tapi kalau darurat Allah maafkan. Memang Allah maafkan, tapi sebab kita dalam keadaan media macam ni kan, kejap okey kejap tak okey dia punya line ni. Gatin pun line you kadang-kadang ada masalah juga. Masalah juga. Dia melantun-lantun. Dia laju cepat. Saya pun tak tahu. Saya punya pun kadang-kadang ada bergerak sesekali kena macam tu. Okey, yang silakan. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Hatta iza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'aulahum. Qalat ukhrahum li'aulahum rabbana ha'ulai adalluna fa'atihim azaban. Rabbana haulai adalluna fa'atihim azaban difam minan nar. Qala likullin difum walakin la ta'lamun. فقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من قبل مريم وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم
La tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijul jamalu fi sam'i. Ya lijal. Ya yajidul jamal. Hatta yalijal jamal. Ya lijal. Ya lijal. Hatta yalijal jamalu fi sam'il khiyaq. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من الشيطان الرجيم فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يظمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سجابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Cisum, saya minta diri dulu boleh? Okay. Ya, terima kasih banyak. Salah silap saya minta maaf ya. Assalamualaikum. Tidak urus mak dia. Saya baca kan? Next. Saya baca kan? Ya. Arina, you jangan segan lah. Kalau kita tak ada usahazan nak tegur-tegur antara kita, tak apa. Kita orang ni, kita apa orang dia, ni dah biasa kenal. Macam apa ni dia, kan kot. Apa dia? Tak, you jangan segan lah. Kalau kita orang ni, selalu kan, kalau usahazan tak ada, kita sama-sama membetulkan. Okay. You pun boleh join. Okay. Tak, saya menghormati orang yang lebih senior. Dia bukan dia tu. Dia kira ilmu. Oh, banyak ilmu. Okay, insyaAllah. Share.
InsyaAllah, insyaAllah. Kita akan belajar sekali. Bukan kita orang ni, sebab geng ni dah biasa jumpa. Jadi kita orang tak rasa apa-apa. Mungkin you malu kot, you segan. Tak apa. Macam-macam you je. Takut menyinggung ke apa ke. Saya kan baru kenal. Tak apa. Okay. Yalah, kalau Kak Song kata macam tu, insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. You nak keluar ke kejap lagi? Tak. Sekarang kau apa? Tak, ada satu round lagi ke? Ha, boleh. You nak keluar eh? Kejap lagi. Tak apalah, saya nak tunggulah hari ni. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم لاين دي pun sama. Ya ke? Tak dengar. Nah, boleh tiba-tiba je dah pergi ayat nak apa ke tak lain. Tak apa-apa. You cuba je sekali lagi kalau orang lain tak elok kena buat sana. Okay. Kalau sebab ayat tak perasan tau. Elok ke tak elok. أبلغكم رسالاتي ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
يعبدون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتى بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم depan datin saya ya saya pun dah Azim ya sayang okey tak kepala ni jangan tempat lain ada ustaz salah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين تكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا
bima ta'iduna in kunta minal mursalin. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ. Qafaka tu besarkan sikit. Sabaqakum. Okay, okay. Qala liqawmihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Huh? Huh? Okay. Sepatutnya macam ni kak. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qawmun musrifun. Sadaqallahu alazim. Lepas Harimah siapa? Next. Saya. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا
wa qa'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumullahu bainana hatta yahkumullah fasbiru hatta yahkumullahu bainana wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Aitan ya. Kak ini mengantuk ni. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qawmi lanukhrijannaka ya Shu'aybu wal-lazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Pancit hawi. Qala awalau kunna karihin. Qad iftarayna ala Allahi kaziban in udna fi millatikum ba'da iz najjanallahu minha. In udana fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pancit tayar. Mana nak ulang ni so? Sekejap. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tak mahu dah nak pancit dah. Dia tak boleh suara bawah so. Suara bawah dia tak sampai dulu. Wa qala al-mala'u allazina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum Shu'ayban innakum idzal lakhasirun wa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin allazina kazzabu Shu'ayban ka'an lam yaghnu fiha allazina kazzabu Shu'ayban kanu mul khasirin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qawmin kafirin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahla bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yad-dharra'un thumma badalna makana sayyi'ati al-hasanata hatta afu wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra qad massa
qad massa abana dharra wassar padah qad massa abana dharra ambil daripada qalu ha qad ya qalu wa qad wa ada dia satu perkataan kan wa qalu lah kan apa awal kan ha dia ada satu qalu kan tinggal wa dia wa qalu qad massa aba anadra wa sarra fa khadnahum dia banyaklah tekan-tekan tu fa khadnahum baghtatan wa hum la yash'urun saya tak nafas tak sampai ni masalah ayo panjang nafas sedap dia dengar. Tapi tak berani. Ha? Apa dia? Kenapa panjang aku tak ada? Kenapa panjang aku tak ada? Arina, si Faiza, Dr. Faiza, Kasum, siapa lagi? Latin, Zoom. Semua panjang-panjang nafas. Kita yang pancit-pancit dah weh. Okay. Wah, kadang-kadang. Kita sama, pancit je kita berdua kan? Ah, kita berdua selalu pancit. Biasa, kita selalu ngaji sama. Saya baca ke kak sekarang? Siapa punya turn ni? Saya. Okay. Mariam. Arina ke dia nak keluar ke? Kak Arina nak keluar tak? Kita nak keluar. Ada kuliah. Dia dulu lah. Ajah, sorry. Ajah, dia ada keluar. Kita nak baca kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Tarannum apa tadi tu? Saya masuk soba sikit. Aku lah lain sikit nak kata nawan, tak nawan sangat. Dia soba dengan apa? Soba ayam. Soba dan hujung dia ada nawan. Kadang-kadang tak boleh sangat nak ikut. Macam saya selalu kat rumah baca soba, tapi tak boleh sangat. Kadang-kadang lupa melodi dia kan. Kadang-kadang kita ingat nak baca anak hawan, tapi dia jadi jarka. Macam betul. Sebab kita terikut dengan kawan-kawan lain baca. Dia terikut. Dia terikut. Okey Kak, saya keluar dulu ya Kak ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Alina. Maaf. Assalamualaikum lagi besok. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa. InsyaAllah jumpa lagi esok. Ya. Okey. Maryam. Maryam. Dia tak ada sopan, tak ada nawan, tak ada apa, tak tahu apa. Apa lagu sendiri pun ada. Dia lagu mix semua-semua tu. Lagu 9. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Sebenarnya Yam ni dia tak tahu, dia tu sebenarnya Bayati. Tapi cuma susunan tu tak ada, tu je. Sebenarnya diri dia baca tu Bayati. Bayati lah. Qul bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
wa ulqiyas saharatus sajidin. Nah, lagu apa tu, Som? Lagu ada lah lagu tu, ada. Nanti kita cari lagu dalam ni. Ombak rindu dah. Ombak rindu. A'udzubillahi syaitanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'auna Qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in qalu inna ila rabbina munqalibun وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهدون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Dah habis ke ayah? Dah. Atin, sila. Ada Atin punya turn. Terima kasih. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا طَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ مهما تأتنا به من آية
لتسهرنا بها فما نحن لك مؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأرسنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجعل ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. That's nice. That's a blessing. Nak baca sikit setengah-setengah ke macam ni? Taklah, cukuplah tu. Dah pukul 11. Kan, kita ni hari ni tak ada sahaja cerita dia. Hari ni kita punya habis ni, orang lain semalam. Orang lain? Grup lain semalam punya. 166 dia orang semalam. Oh, kita punya laju lah. Kita tertinggal. Ha, kita 133 dah orang dah 78 dah orang dah advance. Belum. Kita ni budak baru belajar. Tak major. Tak, bukan sebab tu. Kadang-kadang dia dapat grup yang semua lancar. Pandai. Kita pun semua pandai ni. Cuma kita ni sangkut-sangkut. Ada masa sangkut-sangkut. Nak pula mula-mula tu. Kau macam mana? Kawan-kawan lain nak baca sengah-sengah ke? Henti. Dah tutup dah. Okay. Tutup lah. Oh, Cik Musa tu tutup. Tutup. Ikut time dia tak? Kalau tak ikut time, tutup. Kita buat lah lebih. Ikut time lah. Better. Nanti kita sebab apa nanti kalau kata grup lain semua dah habis, nanti dia orang nak buat tadabur sedikit. Tadabur Ustazah Natia baca, Ustaz satu buat tadabur. Takut nanti kita tertinggal sikit lah. Takut kita. Tak apa, mana kita pagi kita pulun. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Hari ini huruf kita tak genap lah selalu. Ganja-ganja. 166 177. Okay, kalau boleh. Kan tak nak, kita tak nak extend. Pagi-pagi kita cubalah masuk awal. Jadi kita boleh ni. Tadi pun ada 5 minit. 8 minit. Lepas tu pun start. 8 minit. Tak ada. Kenapa? Kita punya grup macam grup Ana kot. Grup Ana semua lancar je ke tanah. I pun tak tahu. Sebab kita punya grup ni, kita banyak Ustazah Uyun. Kita ada Ustazah Jantia. Kita ada. Tapi kita berhati-hatilah dengan bacaan. Baguslah.
Betul tak? Ha, kita bagus. Ha, sebenarnya kita berhati-hati membaca. Wah, baguslah. Dengan teguran-teguran ni diterima, okeylah tu. Tak, lagi pun saya bagi peluang. Kadang macam saya, saya baca pun kadang ada yang tersasul. Ha, jadi tak payahlah nak tunggu apa ni, Ustazah yang betulkan saya. Betul, kita betul. Share, we share. Kan? Tak apalah, okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Tapi kalau terlebih-lebih baca pun mata pun sakit. Ya, kan nak cari hijau pula.